وإلى جانب الحفلات، ليلة رأس السنة في مصر أيضا تضمنت عروض لمسرحيات من بينها مسرحية أنستونا اللي من بطولة دنيا سمير غانم. وبهالليلة فريق العمل مش بس احتفل ببداية العام الجديد، ففي احتفالية ثانية خلت الفرحة فرحتين، والتفاصيل في تراكينج ستوري نمبر 2. فبهالليلة أيضا احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، وشاركها الاحتفال زوجها رامي رضوان وبنتهم كايلا. ولا كل سنة طيبة وعبال مليون سنة، ورب دايما في تألق وفي نجاح وفي ازدهار، وتفضلي دايما مصدر سعادة للناس كلها ولكل جمهورها اللي بيحبها، ويا رب دايما كده منورة. والمعايدات لدنيا تكررت على لسان كل زملائها بالمسرحية. كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت جميلة زي ما انت جميلة طول عمرك، كل سنة وانت عظيمة، كل سنة واحنا جنبك ان شاء الله. طبعا كل سنة وهي طيبة، دي أجمل حاجة في الدنيا. فنانة موهوبة بتحافظ على شغلها، أول واحدة بتيجي بروبات، آخر واحدة بتمشي، بتهتم بكل اللي حواليها، بتدي فرصة لكل الناس، فهي تستاهل كل حاجة حلوة بصراحة. يعني دنيا يا رب يحفظها ويحفظ لها عائلتها كلها، وتفضل طول الوقت مبسوطة. عايز أقول لها كل سنة وهي طيبة، ويا رب دايما من نجاح لنجاح، وتفضل حلوة وجميلة وشطرة وموهوبة زي ما هي كده يا رب. وكلمات الحب والدعم والتشجيع أيضا سمعتهم دنيا من مربت أمين اللي حرصت تتواجد إلى جانبها بهالمناسبة. هي زي مامتي يعني، ربنا يخليها لي يا رب، جميلة يعني وبتحبني جدا، وأنا بيسعدني إن هي كل ما بتيجي بتضحك برضو وتتبسط وما بتزهقش الحمد لله من المسرحية. ومثل مربت الكثير يحبون دنيا، والدليل هي الأعداد الكبيرة والتفاعل اللي أحاط المسرحية من وقت انطلاق عروضها. هقول لك جملة واحدة بسيطة، أنا بستمتع استمتاع مش طبيعي في يعني وأنا بشتغل المسرح، وفعلا فعلا الإحساس بتاع أنا كتبته قبل كده، إن أنا بحس إن أنا في وسط أهلي كل يوم حقيقي. يعني مش قادر أقول لك، الجمهور ما شاء الله من كل الدنيا كلها يعني بيقولنا، وبيكونوا مبسوطين قوي الحمد لله، وانا يعني باخد الطاقه بتاعتي منهم فعلا يعني. وهالعمل اعتبرته دنيا امنيه وتحققت. قلت انا عايزه اعمل مسرحيه الحمد لله، وقلت نفسي ابتدي المسرحيه هنا في مصر وتبقى مسرحيه كبيره. الحمد لله الحمد لله ان الحاجات دي اتحققت، والحمد لله ان الناس بتيجي وبشوف رد فعلها حلو قوي. بقول شكرا لكل الناس اللي بتشتغل في المسرحيه اللي انا يعني شايلني فعلا. وبهالمسرحية دنيا تقدم شخصيتين مستمتعة بيهم، لأن هما الاثنين مختلفين تماما وفيهم كونترست كده، الناس لما تيجي هتفهم يعني، حاجة زي واحدة من زمان قوي وواحدة بتاعت دلوقتي، فالكونترست ده عجبني قوي، مخليني أنا حاسة أن أنا بعمل حاجة مختلفة يعني ما بين الشخصيتين. فهي بتجسد دور فتاة من حارة شعبية تمتلك صوت جميل وتحلم أنها تصير نجمة كبيرة، ويساعدها على تحقيق حلمها مايسترو يؤدي دور بيومي فؤاد. أولا شغلي مع دنيا مش جديد، أنا الحمد لله رب العالمين معها في مسلسلاتها وفي السينما كمان اللي بنشتغل مع بعض. فأول ما طرح عليا فكرة أن أنا أعمل مع دنيا مسرح، وهي أول مرة مسرح، فأنا اتبسطت جدا من الفكرة، والحدوتة الحقيقة لما اتحكيت لي قبل ما أقرأ كانت كمان مشجعة جدا. لما قريت وقعدنا نتكلم على التفاصيل مع الأستاذ خالد جلال تفصيلة تفصيلة والكلام ده، الحمد لله أنا يعني مش غريب ان انا اقول ان الحقيقه أنستونا من اهم الاعمال اللي عملتها في حياتي. وهالعمل ايضا يحمل اهميه كبيره بمسيره بسنت صيام اللي تؤدي دور نازلي. هي المفروض شخصيه صارمه جدا، هي يعني بتنظم بيت عريق، عندها اسس، عندها مبادئ كتير قوي واقتحموا حياتها، فهي بقى بتشوف كده هتتعامل ازاي. وبعيدا عن اي اقتحام، كريم سامي واحمد عبد الوهاب اللي تشاركوا بكتابه سيناريو المسرحيه ايضا قدموا مشهد تمثيلي صغير. هو بيعمل مشهد وانا بعمل مشهد، وده طبعا دنيا ساعدتنا فيه، وهي احنا طبعا دراستنا التمثيل وكده، ودنيا حبت ان يحصل كده بالاتفاق مع استاذ خالد جلال وتوتا طبعا المونتنج، ومبسوط طبعا ان واقف على المسرح انا ودنيا لوحدنا، سواء عبد الوهاب ودنيا لوحدهم، حاجه تسعد اي حد، ويا رب يكون الجمهور لما يجي يتفرج يكون مبسوط يعني. ومن بين هالجمهور لفتنا التفاعل الكبير من بين دنيا كايلا. هي بتفكرني بي انا وامي واحنا صغيرين في المسرح بالظبط، يعني نفس الحب بتاع انها تبقى حابه الاغاني وحافظاها وبتحب قوي تطلع فقره التحيه وكده، فهي عامله زي. وكايلا مؤخرا تعرضت للتنمر على السوشيال ميديا بعد ظهورها لاول مره في عرض مسرحية أنستونا، فسألنا والدها رامي عن ردة فعلها على الكلام اللي انكتب. مش حابب أقول حاجة بصراحة، لأنه أنا ما بديش قيمة للي بلا قيمة،
والسوشيال ميديا للأسف فيها الإيجابي وفيها السلبي، بس لما يكون إنسان نفسه ضعيفة ليه تدي له أهمية وترد عليه؟ ولا بشوفهم، بنتي زي القمر ربنا يحفظها، أحلى واحدة في الدنيا في عين أبوها وأمها، وده يكفي. حد شايفها حلوة حد شايفها مش حلوة ولا يفرق معايا.